فقرة نوتريشن لليوم مع أخصائية التغذية نوال الزول. صباح الخير نوال. صباح الخير بلور. ما بحب أحصر التايتل بس بأخصائية تغذية، لأن اليوم مع نوال وحتى عند نوال هي رحلة بعالم التغذية، خليني أقول النفسية الجسدية والروحية، مثل اللقاءات اللي سبق ونحن حكيناها. Exactly. هو التغذية مع اضطرابات غذائية اللي هي اللينك بين النفس والأكل. اليوم رح نروح للأعمار الصغيرة أنا وياك نوال، ونحكي عن هالولد يلي بربي خلايا دهنية، خلينا نقول زيادة أو وزن زايد، نظرته لنفسه شو بتكون، نظرة الأهل لهالولد، المفاهيم الخاطئة، وأي متى عن جد لازم نقول لأ صار الوقت انه نقدر نروح عند اخصائيه التغذيه. هلا الولد في شيء بنسميه نحن الهايبر بليجيا. هايبر بليجيا هو تكاثر عدد الخلايا الدهنيه بقلب الجسم. بيصير من هو الولد ببطن امه لعمر الادلت هود او البلوغ. اوكي، عدد الخلايا بيتكاثروا حسب غذاء الام نحن وبطن امنا، واكيد بس لا يخلق شو نحن عم نطعمي هيدا الولد. بلس بيلعب دور هو الجينات، يعني عامل الوراثة، عدد الميتابوليزم اللي بتصير معه، كمية الحرق، الدايت اللي بيكون بالبيت، كمان هيدا بيلعب دور. يعني ولد ديسندنت من عائلة أصلا عندهم وزن، ما بتوقع يكون عندي ولد ممكن لا ممكن يكون عندهم وزن الام والبي، بس الولد يخلق ما عنده مشاكل بالوزن ويكون ما عنده مشاكل بالوزن. ممكن. وممكن العكس، لانه في جينات ظاهره وفي جينات مخبيه نحن عنا. بس هل نحن انه نقول انه خلص ما هو جينات وهيك ونستسلم؟ لا، لانه العلم اثبت انه نحن حتى لو جيناتنا حامله وزن زايد، اذا نحن غيرنا الانفايرمنت وطريقه التربيه وحتى لبعدين هو اشتغل على حاله هيدا الشخص، هالجينات اللي بتحمل وزن زايد ما رح تاثر عليه ورح تخليه يكون عنده زياده بنسبه الامراض السكري والضغط والشرايين. اوكي، فهي هي نظرته لحاله. كيف بيقشع حاله الولد التشابي؟ حسب كيف اهله بيقشعوا. يعني أنا إذا كل الوقت عم بلومه، كل الوقت عم وجه له ملاحظات على طريقة أكله، عم قارنه بغيره، هو حيحس حاله أقل، ثقته بنفسه حتضعف، وكمان كل الوقت حتى لو عمل إفورت ونزل وزنه حيشوف حاله أنه هو ملان. يعني كل الوقت وقاشع حاله ناصح. إيه، إذا كان الأهل بهيدا الأتيتيود. بس الأهل هيدا الأتيتيود من خوفهم يمكن على الولد، وأوقات بيعتبروا الولد الناصح ما بيشبع، فبصيروا يطعموه زياده ليشبع. عسيرة ما بيشبع انه نحن لاحظوا البيبيز الصغار بيكون مثلا مخطوب عياره، اذا بنعطيه انينه او ببرون مثلا 30 ملي او 60 ملي. في اولاد ممكن يشبعوا اذا هن عيارهم 60 ممكن يشبعوا على 30، وممكن نفس العمر ونفس وغير ولد يكون عم بياخذ 120. قصه الجوع والشبع كمان مركلجه حسب الجينات ونحن وبطن امنا. يعني ما بقى نلوم هالولاد؟ لا، ما بقى نلوم هالولاد، بس ولكن نحن من حبنا لأولادنا منخاف عليهم كتير. فهيدا الخوف والحب الزايد بوقعنا مرات بألفاظ بنستعملها، بطريقة تصرفات نحن منروح صوبها، ممكن تأذي الولد وما تخليه عن جد يكون عم بفتش معنا على حلول، أو صح. يحس حاله يمكن هو غير. بس نوال، نحن الفاظنا تجاه اولادنا نابعه من تروما نحن عنا اياها، يعني اذا نحن كنا نعاني من وزن زايد وتعذبنا بهالحياه لقدرنا حصلنا على وزننا، فاول شيء نحن بنعيط على الولد انه حش تاكل، بكره بتنصح، بكره بتلاقي تياب تلبسهم، يعني دائما بكره بيضحكوا عليك اصحابك، كانه بنعمل بروجكشن لمشكلتنا على هالولد. اكزاكتلي، لانه نحن بنكون خايفانين، نحن عانينا مثلا كانت رحلتنا مع الوزن، كمان نحن ممكن نكون ضحيه لضحيه. عانينا مع الوزن وقضينا عمر دايت ونتبه على اكلنا وكل هيدا، ومنخاف على اولادنا من يوقعوا من هيدا المشكل. الولد ما حيستوعبها هيك، الولد ما حيشوف هيدا الجانب من حياتنا انه نحن خايفانين عليه، حيشوف انه نحن عم نحط رولز وقواعد لانه هو غيره مسموح له انه ياكل تشيبس وتشوكلت وفاست فود وهو لا. فمن هون من هيدا المنطلق بنقول للاهل اول فتره بس نبلش نلاحظ انه الولد عنده سايز اكبر من غيره، ما نقارن. ما نوجه له الحكي الانتقادي. فيني اخذ جمله منك يعني بلا ما اقول هيك؟ انتبه
شايف كرشك قد ايه صاير؟ هي بسمع له هذا ممكن لازم اختك عم تعمل رياضه، انت ما عم تعمل رياضه. اوكي هيدا شايف كرشك، كيف مفروض اقول له انه عن جد كرشه كبران؟ ما ضروري نوجه انتقاد ل جاب كرشك كبران انا شايفته من هون. لا محل معين وخاصة البطن والف، البنت مثلا فخادك وراكك يمكن انتبهي لانه عماتك ناصحين. يا ويلتا فهيدي المقارنة مؤذية لدرجة، مؤذية لدرجة ممكن مش عند كل الأشخاص، يمكن ولد نقول له هيك يقطع بس ايه. ولد تاني سنسيتيف كاركتير وسنسيتيف وحساس ممكن يحملها بقلبه. ايه بدي اقطعك هون قبل ما تقولي شو نحكي، لان انا بعرف كمان هيدي الكلمه وقتها تيجي على الولد بصير الجسم لحاله، يعني اذا حدا قال للثاني لو بنت براكي كبرانين حيكبروا اكثر، او الولد الناصح بصير بتقشع حاله، مثل مثلا لنقول طلعت لي حبه بوجهي، اذا انا ما انتبهت لها بتقطع وبتروح، بينما اذا انا ضليت عم بتطلع هيدي الحبه فوكس ما بطل شوف وجهي بجماله بتقطيعه بكل شيء، بشوف بس هيدي الحبه. نفس الشيء بالجسم، اذا انا فوكست على هيدا البورت بطل بشوف غيره. غير هيدي كيف تركتيها هيك طونت، كيف تركتيها هيك طونت، يعني هيدي الطونتات وقتها بيجتمعوا، انا شو لازم اقول لهيدا الولد؟ لازم اقول له هيدا وزنك وانت موديلك هيك ونحن بنشتغل. اول شيء هي ثقافه، كل واحد ببلش من عنده من حاله من بيته من اولاده، انه تعليق على شكله ما رح يساعده، ولكن إذا أنا غيرت الانفايرومنت، يعني أنا كأم وبي غيرت الأشياء اللي بعمل فيها شوبينج، بلش من السوبر ماركت، ليست الأكل اللي أنا بطبخها خلال الأسبوع، ظهراتي ما يكون كلهم على مطاعم وفاست فود، يكون في انجيجمنت فيزيكلي، فيزيكال أكتيفيتي، نلعب باسكت، يمكن نروح على ترامبولين بارك، يمكن نروح نعمل بايكينج هايك، نقعد بالطبيعة، حتى مثلا لو قعدنا عملنا باربيكيو بالطبيعة بيكون في مشي، بيكون في حركة، غير انه ظهرت المطاعم. نفتش على هوايات للولد تكون عم تحركه، بس تكون فيكست، يعني 3 ايام مينيموم بالاسبوع، على القليله من ساعه لساعه ونص، مثل فوتبول، مثل باسكتبول، مثل تنس، اي رياضه متوفره وهو حاببها من دون ما يعني بشكل اندايركت نكون عم نشتغل عليه. شيء تسليه وبلا ما نقول له هيدا لان نحن عم نضعف مثلا. اكزاكتلي exactly. وما نميزه، حتى مثلا مرات بيكونوا اخوه بس مختلفين بالشكل، ما نقول معليه ما هو ما عنده وزن زايد خيك او اختك، انت عندك او انت عندك، ما نميز، تكون كل العائله عم تاكل من نفس الاكل وعايشه نفس الجو، حتى الاشياء اللي بنعملها سناكينج يكون فيها اوقاتها وما يكون كل الاكل بشكل فوضى. التنظيم جدا مهم جدا، يعني ترويقه سناك غدا عشاء لريجور بيناتهم يكون للبيت كله، وبعدين بننتقل للاكستندد فاميلي، يعني للتيتا، لخالته، لعمته، هون كمان بدنا نحكي معهم من دون ما يعرف الولد. ولا يا نوال انا بلقيت فهم الولد اهين ما تفهم العائله كلها صراحه، يعني هلا هي ما يعني تفسري له هو بس جايب، انا اللي بخاف منه بلاش الشوكولا منا عشاء احسن هو جايبه بالتيتا على انه انت تقولي لهم، ما هو بس تبلش بالبيت من دون ما يكون بصير يعني. بصير هو ثقافته هيك، بصير هو انه عارف اوكي، وبعدين بس يصير يشوف البروجرس تاعه بالرياضه اللي عم بيعملها ويشور انه بده يحقق نتائج وبده يدخل بطولات، هو بصير اوتوماتيكلي بينتبه على اكله. اوكي قد ايه مهم يكون عارف هذا الشيء الولد ونحن على ابواب مدرسه، لانه يمكن يلتقى باصحابه طوله اكثر، زبط وزنهم، حدا نصح اكثر، يعني ما بنعرف هلا شو خبتنا الصيفيه اللي حيروحوا، واكيد هن بعينهم اللي حيقروا، قد ايه مهم يكونوا حاملين باجاج عارفين هن وين، اذا عم بيعملوا نظام غذائي معين وفاتوا على النادي يعرفوا مش يفلتوا وخلص ويكرهوا حياتهم اول فوتوا على المدرسه. اهم شيء نعلم الولد كيف يحكي، يعني كيف مثلا بس لتفوت لعندي صبيه تقول لي ما انا لانه وزني زايد انا ممنوعه هو الاكل، بقول لها لا، انت اذا بدك تحكي بهيدي الطريقه انت عم تحكي بطريقه سلبيه مع حالك، ما تحكي بطريقه الضحيه، احكي بطريقه انك انت اخذت القرار، انا اي تشوز ماي لايف، ذا واي اي ليف، ذا واي اي ايت، ذا واي اي اكسرسايز، بطريقه نعطي ثقه، كل ما اعطيتي للولد ثقه
كل ما كان قوي بوجه المغريات اللي حواليه، ثقه بجسمه، ثقه بحاله، تشجيعا له على الاكسرسايز اللي عم بيعملها، تيروح عند رفقاته يكون عم بياثر مش عم بيتاثر. بطريقه انه انا اللي اخترت هيدا الاكسرسايز، انا اللي اختير، اوكي عم تضيفني ثانك يو، بس هلا يمكن انا ما عبالي، بس يجي عبالي اكيد رح اكل لانه انا اللي اخترت يكون في هيدا البالانس. اوكي. يفهموا ثقتهم، قرار هن اخذوه مش لانه بدي انزل كم كيلو انا مخففه، لا، قرار اخذته فور لايف تايم لحياتي بحركتي باكلي بالبالانس اللي عم بوصل له تيقدر يواجه هذا المجتمع الكبير. وكلنا بدنا نبلش بعائلتنا الصغيره تيفوتوا على الاولاد على المدرسه ما يصير في بولينج. صحيح. ما يصير. بأي عمر الولد بيستوعب أنه هو قرار وهيك وأنه هو عنده رحلة مع الوزن ليخف وزنه ويكتسب نشاط؟ الولد كتير ذكي، فإذا اشتغلنا نحن على شخصيته من عمر صغير، من عمر 7 سنين ممكن الولد يواجه، ممكن تشوفيهم حتى الولاد أنه كل واحد كيف بأي طريقة بيحكي، بقعدته، بطريقة حكيه، بمشاركته بالصف، بتلاقي أو شخص شخصيته يعني لأنه كتير قصة الوزن بتأثر على الشخصية ونظرته لحاله. صح. أو حدا عن جد شخصيته قوية وقدران يأثر بالحولة، أو لا ممكن يسمع كلمة من هون تهزله هنيته خلاص أعطينا هيدا الشوكولا وبلا الأكل الصحي وساعته على القليلة يعني. أكيد. هيك بتصير. أكيد. لأنه نحن من أيام يعني المقاعد الدراسية كنا نقول اللي عنده وزن هو المهضوم، يعني يبقى يخبي. صح. الوزن بأنه هو أكتر واحد مهضوم يبقى بالصف، فبترتبط هيدي الأمور ببعضها. صح. وكمان نحن كمان من خلال اللانش بوكس ما نحسس الولد أنه محروم، يعني نحدد مثل سكادجول من التنين للجمعة شو بدنا ناخد سناكس معنا. أوكي. أوكي. سو هيك الولد لحاله بيصير تلقائيا بيفهم انه انا اليوم هيك اليوم هيك اليوم هيك، مش فيني بدل اليوم محل يوم. ايه. اوكي، بس نحن بنكون عم نقسم هيدا، هم بنكون عم نحضره نفسيا ومنحضره جسديا، وحتى عم نقول له انه انت منك محروم، كل شيء بدك اياه محطوط، بس نحن موزعين. حلو. تيقدر يلاقي هيدا البالانس. يعني هيدا دوفار نحن لازم نعمله هلا قبل ما يفوتوا الاولاد على المدرسه، نبلش نفوت يمكن نكتبها نحن وياه الكالندر تبع الاكل. ايه بالعكس، هو لازم يعني تقولي له ماما انت شو بتحب؟ طيب حناخذ هيدا وهيدا وهيدا، خلينا نعمل اوكي هيدا الشيء بتحبه، يعني هيدا الشيء يو وونتد بتحبه لانه بدك اياه. بدك اياه. وهيدا الشيء اتس هيلثي، يمكن بتحبه اقل من هيدا، بس يو نيد ات، يور بودي نيدز ذس. جسمك بحاجه لهالشيء حتى لو انت بتحب هالشيء، فنحن بس نعمل هيدا البالانس. حلو. بصير هو بيفهم تلقائيا انه انا ايه ماني محروم. نوال نحن عم نحكي عن الاولاد يلي شايفينه نتفة يمكن وزنه زايد، ولا عم نحكي عن الاولاد لا لازم صار في تدخل هون عند متخصص بالتغذيه، او يمكن حتى نلجا اكثر لاندوكرينو او طبيب غدد؟ صح. هلا بالنسبه ل اذا عملنا كل هيدي الخطوات اللي حكينا، غيرنا الانفايرمنت، طريقه الطبخ، عملنا البلانينج، كل شيء، وحسينا لا بعده عم بيزيدوا كميه كبيره، يفضل ايه نروح عند حكيم غدد ونستشير اخصائيه تغذيه. وانا بفضل عاده اللي بيجوا لعندي مثلا اعمار من 7 ل10، بفضل تكون الانترفيو مع الاهل مش مع الولد او مع البنت. اوكي. تنكون عم نشتغل مثل من وراء الكواليس اذا بدك مع هيدا الولد او البنت، نكون عم نعطي تيبس اكسترا، مرات بيكون مثلا اوكي اكل صحيه بس عم ناكل شوي زياده منه، سو عم نستهلك اكثر ما جسمنا بحاجه. نشتغل ليطلب الولد، في عنا طرق ليطلب الولد يقول له ماما انا بدي روح تا زبط وزني. عاده بيطلبوها بس يبلشوا برياضه معينه دغري الكوتش بيقول لهم، الكوتش بيقول لهم، او حتى هن بيحسوا حالهم انه لا انه انا بدي اشوف عم بتعب وبدي احقق ميداليه، او بدي اوصل لبوست معين، او بدي احقق انتصار معين بهيدي الرياضه. ساعتها بقول لها ماما خديني، وعاده بيكونوا قريب ليصيروا تين ايجرز يعني قبل البلوغ بشوي. قد ايه مهم قبل البلوغ بشوي عند البنات وعند الصبيان انه عن جد يركز وزنهم او لا؟ هو مش مهم، بس بدنا ننتبه لشغله انه عاده قبل ما يبلغوا هيك بسنه او حتى ب6 شهور بنلاحظ في زياده وزن ودهون على منطقه البطن.
أوكي. هيدا الشيء إذا كان زيادة كمية خفيفة هيدا الشيء طبيعي، بنحس البنت شوي تعبت، الصبي نفس الشيء. هيدا الدهون تتوجه بعدين لتعمل هرمونات الأنثوية والهرمونات الذكورية عند الذكور. سو طبيعي أنه قبل البلوغ شوي يعبوا، بس نحن ما عم نحكي بشفت 5 لـ10 كيلو، نحن عم نحكي شفت 2 لـ3 كيلو. أوكي. مجمعين بمحل مجمعين بمحل واحد. هون بيخدني لسؤال نوال، قد مهم ما يكونوا عم ياخذوا فات فري اكل؟ ايه الفات فري ما بحياتنا ولا مره طلبت من حدا ياخذ فات فري. الفات فري مشيول منه الدهن، مسحوب منه الدهن. شو يعني بس ينسحب منه الدهن؟ يعني انسحبوا كل شيء فيتامينز بقلبه مدوبين بالدهن اللي هن الاي دي اي كي. اوكي، بس ينسحبوا هول راح 3 أرباع فيته للاكل. السبستيتيوت، طب انا شلت الدهن تيبقى نفس الشكل بدي احط سبستيتيوت، تحط بديل لهيدا الدهن اللي شلته، عم بيكون ماده سكريه نشويات. سو انا اذا اعطيت ابني فات فري، عم بحكي على الحليب مثلا، فات فري، الفات فري حيشبعه لساعه. اوكي، بعد ساعه حيصير جوعان كانه اكل لوح شوكولا. اذا اعطيته فول فات رح يشبعوا على 3 ساعات. واو، قالوا لي تايم اوت، بس بدي اخر سؤال منك اللي هو الاسبرتام. كمان كل شيء شوكليت وهول، انه عن جد بديل السكر بيعمل احساسه بالتم وافرازه للانسولين بيفرز نفس الشيء مثل السكر، والدراسات بتقول انه اذا كترنا منه ممكن يعملنا بعدين امراض، فيفضل انه نبعد عنه. شكرا لك نوال الزول، شرفتينا بهذه المقابله الغنيه. ان شاء الله نكون هيك المشاهدين كانوا مستفيدين منها، وبعرف قد هيك بتحس بقلب الامهات كثير قصه الوزن، لانه بندير بالنا كثير على اولادنا. فها الاختصاصات عم تتعدد، وتكونوا عن جد عم تختاروا الخيار المناسب لتزوروا المتخصصات بهذا المجال. فاصل بسيط ومنتابع.